أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا وضعت مالي في بنك ربوي ولم أخذ الفائدة أكون داخلا في الربا؟ هو الإيداع للحفظ فقط، إذا كنت تخاف على مالك تودعه من أجل الحفظ، يقولون هذا من باب الضرورة، يباح من أجل الضرورة. وأما إذا كنت تودعه من أجل الاستثمار أو إن عندك مكان آمن تودعه فيه غير البنك، فلا يجوز لك أن تودع في البنك إلا عند الضرورة فقط. نعم.